شاحنة والتي استخدمت في تنفيذ هذه الاعتداءات على أوراق ثبوتية لمواطن فرنسي تونسي. وأفاد مصدر أمني عن وكالة الأنباء الفرنسية أن عملية التعرف على هوية السائق لا تزال جارية، مشيرة إلى أن أوراق الثبوتية التي عثر عليها تعود لرجل من أصل تونسي عمره 31 عام ومقر إقامته في نيس. والمعلومات الجديدة أنه معروف لدى الشرطة بشكل جنائي، يعني له سجل لدى الشرطة ولكن ليس لدى أجهزة مكافحة الإرهاب. من جانبه أعلن رئيس الفرنسي أولان تمديد حالة الطوارئ في البلاد لمدة 3 أشهر واستمرار نشر 10,000 جندي إضافي لحفظ الأمن. وفي مؤتمر صحفي مقتضب قال أولان أنه تم استدعاء الاحتياطي من الأجهزة الأمنية والدرك، وأشار إلى عقد اجتماع لمجلس الدفاع في وقت لاحق لبحث الإجراءات الأمنية بعد اعتداءات نيس. وأكد الرئيس الفرنسي على أن بلاده مستهدفة تحت تهديد الإرهاب، وأضاف أن فرنسا ستقوي من دورها في العراق وسوريا بعد اعتداءات نيس.